أنا جيت معتقل. نعم. ومتزوج أثناء الاعتقال متزوجاني. تمام. فانفصلت هي زوجتي انفصلت. طلبت الطلاق. طلقت. أنت كنت محكوم؟ عندي ولد من عندها. أستاذ أنت كنت محكوم؟ إيه. سنة؟ لا 15 سنة. تمام، بعدها طلعت من انفصلت هي طلبت الطلاق وما انحكمت. رحت أطلع جنسية بطاقة وطنية. تقول لي يا حاج البطاقة الوطنية ما طلع بعد بطاقة وطنية. زين. هذا ابني. هذه يا سنة. أروح على أمها يقول مو يمي، أروح على أبوها مو يمي، أمها وأبوها ما مبسوطين، أروح عليهم يقول مو يمي. وعرفت ما أروح ما أنا أشتغل وزير الداخلية، أمن وطني، نقلت محامين أحلام لامي، محامين يريدون الفلوس من عندي اللي يمشون القضية، ما عندي فلوس. منين أجيب؟ عيون مريض. كل اللي ذكرتهم ما لح يفيدوك. يعني مشوفه ما قاعد اشوفه، ما اشوفه، هذا صار 12 سنه ما شايفه. حتى ابني اسمه يعرفني. لا حول ولا قوه الا بالله. زين انت شو وقت طلعت من المعتقل؟ صار لي 3 اشهر، شهر الخامس. 3 اشهر. شهر الخامس. تتوجه انت يا محافظه؟ بغداد. يا منطقه؟ ما اقدر اقول والله منطقه، ما احنا منطقه عشاريه. تفضل. كمل زي. اي قطع زكاخ؟ لا قصدي كخ او رصافه حتى اوجهك للمحكمه. انت تتوجه لها؟ ما اقدر اروح اسوي دعوه، رحت للمحكمه يقول لي روح للمركز مال منطقتك، منطقه كلها عشاريه وكلها تعرفنا. عيوني هذا ابنك اليوم اني العشيره تنتقص من الشخص اللي يترك ابنه. اليوم العشيره تفرح من شخص يحافظ على ابنه، ابنك ممكن يكون معرض التعنيف، ممكن يكون تارك الدراسة، ممكن معنف، ممكن متعاطي، ممكن يكون مجرم، ممكن أي شيء. اليوم انفصالك عن زوجتك تحت أي ظرف ما يمنحها الصلاحية والحق انحرمت من ابنك حتى وإن كنت محكوم. لكن تروح لأقرب محكمة تقيم مشاهدة وتوجهها الذوية. ماكو العنوان ما ادري رحت. ابوها وامها. سويت طلب وقامت القاضي وفهمت القاضي. اسمعني عيوني. تروح توجه الوالديها محل السكن مال اهلها. حيقولون هي تزوجت وما ساكنه ويانا. تودي التبليغ 3 مرات، بحال تكون مجهوله الاقامه القضاء والقاضي يوجهك بالنشر بالجرايد. ومن ثم يصدر لك قرار باسقاط الحضانه وضم المحضون للاب. بهذه الحاله يتعمم على كل المنافذ الحدوديه وكل السيطرات. انت مجرد ما تسمع اي مكان ممكن يتواجد ابنك، اي مفرزه قريبه عليك ممكن يعني تسقط الحضانه منها. لان هذا ظلم للاب. حلول بغير منطقه اروح اسوي الدعوه ما اقدر. ليش ما تقدر؟ شنو اللي منعك؟ كلها عرفونا وايد ما اقدر.